معقوله لسه قاعد على كنبتك ماسك الريموت في ايدك وما حجزتش فيلا؟ في العرض بتاعنا ده العرض مفاجاه، فيلا دورين خمس جناين في كومباوند تحفه، خمس دقايق من التجمع، خمس دقايق من 6 اكتوبر، خمس دقايق من شرم الشيخ، واحرزها 24 ساعه وكمان في مول لكل مواطن. طب حلو قوي الكلام ده، السعر كام بقى؟ كل ده والسعر مفاجاه 20 مليون جنيه بس. لا 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 طال عمرك انزل بالاسعار شويه، في تقسيط على 150 سنه، ولو حضرتك بعد الشهر توفاك الله ممكن ولادك يكملوا القسط ان شاء الله. رب 500 سنه صعبه برضو. فكك من الفيلا، خلينا في الشقق. في كومباوند عرض شقه دوبلكس 234 متر والسعر مفاجاه 10 مليون جنيه بس. يا عم بقول لك انزل في الاسعار برضو. في شقه كده محندقه 150 متر في الكومباوند بتاعنا والسعر مفاجاه 6 مليون جنيه بس. بص يا اسطى انزل للحضيض هتلاقيني تحت مستنيك، اديني عرضك واخلص. في شقه في الكومباوند بتاعنا 20 متر حمام مشترك للعماره كلها، وعهد الله ما عندي في الكومباوند اوسخ من كده، بمليون ونص بس. بقول لك ايه، عندك حاجه بره الكومباوند ولا اقلب؟ لا 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 تقفل عليا. ايه استنى بس ايدك اخش كده اشوف لك. ادينا مستنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. في شقه في مدينه نصر قدامه صالة حاجة في الضيق كده بمليون جنيه. يا عم يفتح الله. طب اسمع بقى، في حاجة أنا بصراحة كنت شايلها على جنب كده، كنت ناوي أتجوز فيها بس يلا ما تغلاش عليك أنت زي أخويا برضه. عشة 15 متر في المساكن العشوائية، قبلي النور ما بيدخلهاش خالص طول السنة، والسعر اللي تجيبه يا باشا والله ما هنختلف، إيه رأيك؟ هو ده بقى اللي أنا عايزه. بجد والله عجبتك؟